يقال بأن الحلقات اللي عرضت مع بلوك منتج منها وقصوا منها وايد. هي مو منتج، في اشياء قصصوها حكم من التلفزيون، رقابه والتلفزيون، بس قصوا منها وايد اللي يقال اللي سمعناه. في اي صح، في يمكن حلقه بعد ان شاء الله كامله حلقه. اوف اي نعم. ما زعلت؟ ما زعل، ما اخذ فلوس؟ لا مو ما والله الحين ما اخذ فلوس. لا مو عن الفلوس عزيز. انا في فرق، وكلنا نبي فلوس، بس انا عندي دائما اقول المبدا الفن وارضاء نفسي بعد الفلوس. انا ابي فلوس اكيد، بس الـ يعني هذا شغلي بالنهايه. انا هذا زنيب لنا هالحلقه خلينا نشوف. حاضر والله. يعني ليش تدفع فلوسها؟ فيها شيء عن عنصريه مثلا؟ لا ما في، احنا ما احنا شوف مثل ما تفضل. ليش ان شاء الله يا عزيز؟ اليوم الناس بس واحد يطلع يتكلم سوى قال الناس خبت وراه، يعني ما ادري والله العظيم في حلقات اصلا ما لها معنى. يعني احنا اللي كنا نسوي قبل ايام، قبل 12 13 سنه 14 سنه والله دمع. الحين انا اتكلم معاك بصراحه، بس الحين الناس صار شويه حساسه. والتقليد ميديا. التقليد قصدك قبل؟ اي والله والله صاج. مو بس الحين السوشيال ميديا صار سلاح يعني. وترى هذا الموضوع اخوي سمير، التقليد وعلى قولت بلام مو سهل. اي اكيد ترى هذا الكاركتر تسوي، ترى مو سهل تسوي، لازم يعيش يعيشه ويشوفه وتلاقي واحد لماح وذكي.